نحن الآن نرافق طواقم الإسعاف، طواقم إسعاف الخدمة العامة في منطقة مخيم النصيرات وتحديدا منطقة المخيم الجديد. هنا هذه المنطقة كانت مسرح للعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وكذلك عملية القصف التي طالت منازل المواطنين والأحياء السكنية، والتي أدت لارتقاء عدد كبير جدا من الشهداء كما نشاهد ونلاحظ. توجه الآن لمنطقة المخيم الجديد لتفقد المصابين وتفقد المنازل، أنباء عن وجود إصابات وشهداء تحت الأنقاض. نحن هنا وصلنا لمنطقة يعني الليلة الماضية وأمس كنا لا نستطيع أن نصل إليها، هنا في منطقة المخيم الجديد، حيث الغارات الإسرائيلية كانت عنيفة جدا في هذا الشارع. القصف المدفعي كان مستمر وعشوائي على منازل المواطنين. عدد من الناس الآن يعني خرج من هذه المنطقة نظرا لعملية القصف المدفعي المتواصل على هذا المكان. منهم من ذهب لمنزله لتفقد الحاجيات، ومنهم من يحاول انتشال المقتنيات من هذه المنازل التي تعرضت لعملية القصف المدفعي من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي. دمار وقتل تشريد. كيف حجم الدمار موجود في المنطقة؟ حجم الدمار زي ما شايف دمار هائل جدا، الله المستعان. يعطيكم العافية، من لكم السلامة. طبعا الناس الآن منهم من يصل لهذه المنطقة لتفقد الحاجيات، منهم من يأتي للاطمئنان على الأهل والأقارب، وكذلك منهم من يحاول البحث عن المفقودين والشهداء أسفل ركام المنازل التي تتعرض لعمليات القصف الإسرائيلي المتواصل. من داخل المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع لقناة الغد، محمود اللوح.